والله مشتاق لك انا حبيبي حبيبي. زين ممكن تعيد البلاغ مالتك؟ ما سمعت زين. قلت لك استاذ الكلبه مالتي ضاعت، جت تسوي بلاغ. ندور عليها زين. قلبنا المنطقه قلب، ما خلينا مكان ما دور نبي. اخاف لابسه هيدفون وما سمعتك زين. شوف استاذ، اعرف ايش نوعيه بلاغات غريبه عليكم وما جايتكم قبل، بس اخذني على قد عقلي. هذا الحيوان جزء من عندي، انا احبه ومهتم بيها، فاذا كان الموضوع ما يهمك فالموضوع يهمني كلش. موضوع يهمك؟ تعرف شنو الدعاوى والشكاوى اللي جات تجينا يوميه؟ تعرف الدعوه اللي كانت قبلك شنو؟ واحد سلب ابوه فلوس بيته، هسه باع بيته واستلم فلوس، طلع واحد عالسه، طلعوا عصابه هددوه بالسلاح واخذوا فلوسه وسيارته وخسر كل شيء ملكه، وانت جاينا على مو كلب؟ انت خبل؟ لا استاذ انا مو خبل، انا انسان عايش برا العراق وما عندي احد بالبلد بس بيت اخويا. يعني برايك اذا صارت لي مشكله وين اروح؟ غير اجيكم؟ طيبه والله. دي يلا جايين. يلا باي باي. عمو لقاها. مبارك. شكرا استاذ، ومشكورين على هذا التعامل وعلى تعاونكم وعلى هذا التحشيش اللي حششتوه علي. ممنون. يلا قوم. مشكور. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. محتاجين شيء؟ شكرا حبيبي. ثانكيو حبيبي. بالله انت من كل عقلك عازمنا على مود لقيت كوكي. يابا انت شلبت الكوكي هسه مو زين لقيتها؟ انا ما اقدر اعيش بليها، ما اقدر. والله يا عمو ليش فك شلون خايف عليها؟ عبالك بنتها ضايعه. لو انه بيفتر بالمنطقه ويسال الشباب والشباب بيجاوبوه ميتين من الضحك. حلو، انشهرنا بالمنطقه، بيت ابو كوكي. يابا شنو علاقه بال شوف الحلقه الكامله حصريا على موقعنا www.utviraq.net.